بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في عالم أمال. اليوم بغيت نقدم لكم لعبة العائلات السبعة، كيفاش نقولوا حنايا بالدارجة، الكارتة. كامل البيوت الجزائرية فيها هذا اللعبة ونحبوها كامل بزاف. هنايا هراهي بالداخل حليتها، بصح انا مليحه كون في هذا موضوع فيروس الكورونا الله يبعدنا عليه، تقدر الام تلعب مع ولدها ولا بنتها، اجتماع عائلي الاب والام ولما لا والاولاد يلعبوا هذه اللعبه. لعبه هايله هايله، نحبها انا بزاف. نحكمو هاد الورقة ونحطو عليها الورقة هكا كيما راكم تشوفو، ونديرو هاد الطريقة كيما راكم تشوفو هكا. هنا كيما راكم تشوفو هاد الطريقة، تزيدوا تقلبوها بهذه الطريقه هذه هنا هكا، تحاولوا ديروا القياسات بالكد، تزيدوا بهذه الطريقه هكا، تزيدوا بهذه الطريقه راهي كيما راكم تشوفوا، منا ومنا راكم تشوفي عزيزتي الام. هنايا ها تروحي تحكمي هذه، دخليها هنايا كيما راكي تشوفي هكا بهذه الطريقة، وتزيدي دخليها هنايا هنا كيما راكي تشوفي، عفوا راكي تشوفي ها بلعنا عليها بهذه الطريقة. شتي عزيزتي الأم ها راهي كيفاش بلعناها. نحكمو هذه نديروها نطبقوها على الزوج بهذه الطريقة، على الزوج. هنا عزيزتي الأم تصنعوا 8 من هادو، 8 من هاد الشكل اللي درناه. غادي نعاود لكم الشكل تشوفوه حداكم دايمينكم. درناه نزيدو بهذه الطريقة، وتزيدو بهذه الطريقة هذا 8 هاد الشكل كيما هكا، 8 من هاد الشكل كيما هادو ها كيما راكم تشوفو، نقسمهم على زوج. وهنايا ها ديروا له هكا تبلعوا لي ها، شوفوا هنا مليح ها راه دخلوا هنا كيما هنا، شوفوا دخلوا بين هذا وهذا ها، وتعاودوا دخلوا هذا دخلوا هنايا هنا لداخل هنا ها كيما راكم تشوفوا ها ها، دخلوه لداخل ها ها كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هنا عزيزتي الام خرجي 8 كيما هادو، 1 2 3 4 5 6 7 8 هاد الشكل اللي وريته لك، وتزيدي 8 من هاد الشكل اللي وريته لك، وتروحي تدخلي هاد الشكل هنايا لداخل كيما هكا، هنايا توصليه المنتصف كيما راكي تشوفي، وتزيدي تدخلي هذا هنايا كيما راكي تشوفي هاد الطريقه هكا ها، حتى اللي تكملي ها، حتى اللي تكملي كل شيء ها، وتزيدي تدخلي هذا هنايا كيما راكي تشوفي هاد الطريقه ها هكا، ونكملوا كامل هادو.
هنا سيداتي كما راكم تشوفين نكملوا اخر وحده راهي عندنا نبلعوا فيها. ناها راهي ها سلسله وروحوا نبلعوا كما راكم تشوفوا اخر حبه هنا هنايا ها دخلوها غير بشويه نسايسو. هنا سيداتي ها راهي كيفاش خرجت لنا كما راكي تشوفي. بعد ما صنعنا هذا نجيبو حوالي 1.5 سنتيمتر في هذا كما راكم تشوفوا، حاولوا نديروا 1.5 سنتيمتر او 1 سنتيمتر كما راكم تشوفوا، ونروحوا ندخلوه في هذا هنايا هنا بهذه الطريقه، ونزيدوا نفس الشيء كما راكم تشوفوا، ونزيدوا ندخلوا هنايا حدا لي حداها بهذه الطريقه ندخلوها هنايا تروحوا ديروا هكا هذه الطريقه وتدخلي في هذا كما هكا هنايا في هذا بين هذا وهذا تقلي بيناتهم هنايا بهذه الطريقه. نكملوا كاع لو بورتور بهذه الطريقه تاع اللي وريتها لكم كيما هكا، نعاود لكم وحده حداكم كيما راكم تشوفوا، حاولوا وندخلوها هنايا هنايا كيما راكم تشوفوا هكا بحال، تحاولوا غير بشويه وتدخلوا ها راهي كيفاش تدخل كيما هكا كيما راكم تشوفوا، هاي خرجت لنا هذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. نقلبوها نقلبوها كيما راكم تشوفوا وديروا الشكل اللي بغيتوه هنايا، ديروا شريط اللاصق نديروه هنا هنا كيما راكم تشوفوا، ونزيدوا واحد هنايا بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا، درنا لها الشريط اللاصق. ها رانا درنا الشريط اللاصق هنايا، ها تقدروا تركدوها بكل سهوله ها راهي 8 من هادو، ونديروهم بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا، الثمانيه ديروهم بهذه الطريقه حوالي 1 سنتيمتر كيما راكم تشوفوا، لازم يكون حوالي 1 سنتيمتر كيما راهم هادو هاد الوجه، ونحطوهم هنايا نقلبوا هذا ونحطوا هنايا ندخلوا نديروا العكس هنايا كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه هذا العكس الطريقه العكسيه. نزيد ندير لكم وحده تشوفوها، دخلوا هنايا حاولوا تدخلوا بهذه الطريقه كيما راه لو بورتو نديروه. الاخيره دخليها هنايا كيما راكي تشوفي ها هاد الطريقه، ونديرو الشريط اللاصق كيما راكم تشوفوا بهاد الطريقه هكا بهاد الطريقه هكا، ونزيدو هاد الطريقه هكا. هنا عزيزتي الام انايا كملوا لي هاد الاوراق تاع لعبه العائلات، مالي شويه ذكاء روح جبت فيش كارتوني زوج الوان كيما راكم تشوفوا اخضر، وهذه راهي فيها الكتيبه منا بصح معليش ندخلها من الداخل وباش ما نكونش انا كتب دير، ودرت زوج الوان. هنا سيداتي كيما راكي تشوفي اختي المشاهده نحكم كاع لو بورتو كيما راكي تشوفي السكوتش هذه الطريقة، ديروا هذه الطريقة طبقوا كيما هذه الطريقة حوالي نصف سنتيمتر كيما راكم تشوفوا، راكم كبلوا لي أنا الأوراق عفوا راكم نقلبوا الجهة كي عاد منا كاين الكتيبة، ما لازم ما نبدروش في الأوراق
ونروح ندخل هذه الجهة هنايا كيما هكا. هنا كيما راكي تشوفي ندخل هذه الجهة هنا ونزيد ندخل الجهة هنايا بهذه الطريقة. وهنا نضغطو هكا شوية كيما راكم تشوفو بهذه الطريقة، شغل قوس ديرو الشكل. تروحو تحكمو بعد هادو ما سكوتشيناهم لنا هكا، تروحو تحكمو هاد الشكل لي درناه زيادة والزخرفة، تضغطو عليه هكا الشغل يكون مقوس هكا الطريقة كما راكم تشوفوا. ها راهي كيفاش كنا هذا الشكل، ها دوك نوريكم النهايه. هنا عزيزتي المشاهده كما راكي تشوفي العلبه تاعنا ها راهي درنا فيها هادو